واحد سلامكم الدراري، معكم فورس تما، مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الدراري موالفين حنايا بالساركازم بالفيديوهات اللي كيضحكوا بالفيديوز اللي كنبقاو نسطو فيهم اللي كنخلقوها فيهم. وسمحوا لي الدراري، ولكن هذا الفيديو ما غاديش يكون فيه الساركازم. في هذا الفيديو هذا كيف ما كتشوفوا غادي نهضر بجديه، هذا هو الوجه ديالي كيكون فاش كنهضر بجديه بحال ما هكذا. ولكن اول حاجه الدراري بغيت نقول لكم باش تابوناو في لاشين، يعني قربنا نوصلوا 4000 ابوني. بغيت نوصل 4000 ابوني قبل ما تسالي 2018. الحلم ديالي هو انني نوصل ل 4000 ابوني قبل من 2019. كنتمنى الدراري تابوناو في لاشين، تعاملوا معنا الدراري بالرجوله، تابوناو في لاشين ووصلونا 4000 ابوني بالرجوله. الدراري كلكم عارفين، يعني المغرب كامل، ماشي غير المغرب، يعني العالم كامل اللي عارف هذا الفيديو ديال مقتل هذا السائحتين اللي جاو، ماريانا ولويزيا، لويزيا ومات لويزا. المهم صراحه بقى فينا الحال كاملين، يعني المغرب كامل بقى فيه الحال، واخا ماشي ذنبنا حنايا اننا يعني ما درنا حتى شي حاجه، ومع ذلك بقى فينا الحال ان ولاد بلادنا غادي يديروا شي حاجه لتوريست. يعني ديك الحرب عصابات، ديك القتيله اللي كتنوض ما بين العصابات، ديك الطريقه ديال القتل اللي كتنوض في حرب العصابات اللي كتكون في البرازيل في المكسيك، اللي كنا كنشوفوهم غير كنسمعوا فيهم في الاخبار، وسميتو ولات كتبقى علينا في بلادنا. وصراحه هذا شيء مؤسف بزاف. بزاف ديال اليوتيوبرز اللي هضروا على هاد جريمه القتل اللي كانت وحشيه والاولى وقعت كنظن في المغرب، اللي تكون عندها واحد الاثار ماشي غير على الاباء وديال المجرمين، ولكن على المغاربه كاملين، وبالاكثر على العالم الاسلامي كامل. يعني العالم دابا كامل غادي يتاكد باللي المسلمين التيرورست. السؤال اللي كيبقى يتطرح لي في بالي، علاش دابا هادو الا كانوا مسلمين علاش غاديين يصوروا فيديو ديال انهم كيذبحوا امراه، عارفين باللي راه هذا الفيديو غادي يشوه الصوره ديال المسلمين، غيشوه الصوره ديال الاسلام. يعني ما بغاش تدخل ليا في راسي، يعني الا كانوا مسلمين علاش غادي يبغيو يشوهوا الصوره ديال الاسلام؟ يعني ما فهمتش انايا، غا لوجيكمون ما تبغيش تدخلك في العقل. وكيف ما قلت الدراري، بزاف ديال اليوتيوبرز اللي هضروا على هذا الموضوع، وكاين واحد الدري اللي عاود القصه بطريقه زوينه، واللي غنخلي لكم دابا باش تفهموا كل شيء. ماريانا ولويزا، جوج ديال البنات شهداء اوكرانيه والاخرى نرويجيه، كيقراو في نفس الجامعه، ما كيفوتوش بجوج بهم 24 عام، جاو المغرب في 8/12/2018، يعني فات الشهر، نزلوا في المطار ديال اكادير، وكراو واحد لوطيل جهه جمال فينا في مراكش. هاد جوج بنات عزيز عليهم الرحلات الجبليه والمغامرات، قرروا يطلعوا لجبل تبقال، ولكن المفاجأة كانت كتسناهم تما. ملي طلعوا للجبل تعرضوا لهم ثلاثة ديال الأشخاص، أكدت الشرطة أن هاد جوج بنات تغتصبوا قبل ما يتقتلوا بطريقة وحشية بحال. إذا كيف ما كتشوفوا الدريات ما عندهم حتى شي ذنب في هاد الحياة، يعني من غير أنهم حبوا المغرب، حبوا أنهم كان عندهم واحد الحلم ديال أنهم يمشيو لجبل تبقال، يشوفوا جبل تبقال، يتسلقوا لجبل تبقال. يعني خواتاتنا داروا على العالم كامل وجوا حتى للمغرب وماتوا. تخيل معايا أنك تولد في أوروبا، تقرا في أوروبا، تخدم في أوروبا، وفي الآخر تموت في المغرب. يعني خص تكون عندك واحد الزهر. كيف ما قلت ما خصناش نضحكوا، ولكن المهم الحاجه اللي بغيت نزيدها في هذا الفيديو هو داك الفيديو اللي كيتنتشر بزاف ديال كيفاش تقتلهم. صراحه انا مكرهتش الدراري، يعني انا كندير هذا الفيديو ماشي كيوتيوبر، ولكن كنديرو كانفلونسور. الدراري بالرجوله الا كان عندكم الفيديو سيبريميو، ما تبقاش بارطاجيو الناس، يعني ديروا ريوسكم في بلاصه العائله ديال ماريانا ولويزا، لويزيا ما عرفتش لويزا ولا لويزيا. يعني واش تبغوا زعما تبقاو فيما تحلوا فيسبوك، تبقى الدوره تلقاو الجريمه، كيفاش تقتلات بنتكم، كيفاش تقتلات اختكم، تشوفوا واحد هز راس ديال اختك. يعني بالرجوله الدراري، اي واحد اللي عنده هذا الفيديو يسيبريمي وما يبقاش يبارطاجيه. وصراحه انا كنهضر معكم دابا من نيتي، ما تبقاوش تبارطاجيو لا فيديو. الدراري اللي شافوا الفيديو راكم عارفين كيفاش داير الفيديو، يعني انا براسي اللي ما كنتخلعش، يعني ما كان يعني حتى شي حاجه مكتحرك ليا، مكتحرك في قلبي فاش كنشوف شي حاجه اللي خايبه بنيت. ولكن فاش شفت هذا الفيديو يعني تبورش، يعني حسيت بواحد التبوريشه، وماشي غير انا، يعني راه بزاف ديال الناس اللي شافوه نفس الحاجه وقعت لهم. بالنسبه للناس اللي ما شافوش كنصحكم ما تشوفوش الصراحه، والله بزاف ديال الدراري، كاع الدراري اللي شافوه ندموا. يعني الدراري كيبقاو كيطلفك، بغيت نشوف فيديو، فاش كتوري ليه يعني كيقول لك تفو علاش صيفطتي ليا، كيم يحمش راسو ديك الساعه، كيبقى يعني حيت نفس الاحداث كتبقى تعاود لك في راسك، واللي ما كتبغيش تنسى لك دغيا. المهم الدراري ما تنساوش الدراري، الا كنتو جداد في لاشين تابوناو في لاشين، و لايك الفيديو، بارطاجيه مع صحابك باش توصلوا هاد الرساله، باش انه ما يبقاوش يبارطاجيو لا فيديو ديال مقتل ديال دوك السائحات، يعني يسوبريميو الا كان عندهم، و هادشي غيكون من الاحسن. كان معكم فورس تما، بيس.